في لبنان من ينتخب؟ لازم سوريا. طيب هاجي لسوريا دلوقتي بس. في لبنان من ينتخب الرئيس؟ هو مجلس النواب بالاتفاقات. سمير جعجع رئيس القوات القوات اللبنانية رشح نفسه. يقدر كل حد يقدر يرشح نفسه، لكن عايز اقول لك حاجه، القوى اللبنانيه لن تتوافق الا على مرشح على اقل تقدير لا ترفضه سوريا. من سنه كان ممكن تعمل ده، في هذه اللحظه ما تقدرش. باستمرار قاعده سوريا لن تقبل سمير جعجع بالتاكيد. ولا حد، عاوز اقول لك ان في عناصر كتير يمكن لا تقبل سمير جعجع، انا ما اعرفش الراجل، ما قابلتوش، وقد يكون في مزايا انا ما اعرفهاش، لكن تاريخه في القوات اللبنانيه على حال يضع شوفي، ما نقولش انه بلد اغلبيته مسيحيه، بلد اغلبيته مسلمه، واغلبيته مسلمه شيعه، وينبغي ان تكون واجهه المطله على العالم مسيحيه لاسباب متعلقه بتاريخ الشرق الاوسط. هل يكون ما تقدريش تجيبيه كده من غير توافق؟ ما هل يكون سمير جعجع هو مرشح 14 اذار؟ ما ولا اظن، ومع ذلك انا بظن انه مرشح 14 اذار، وانا عارف الحساسيه اللي عند معسكر 14 اذار، لكنه معسكر 14 اذار وانا بعرف منه بعض اطرافه، على الاقل بعرف امين الويل بعرفه كويس قوي، كلهم حريصين بدرجات متفاوته. ما تحطيش لبنان في مازق مع سوريا، ما تحطيش لبنان في مازق نعم مع حزب من الله. يكون مقبولا بقى ميشيل عون بقى بالمنظر ده؟ نعم من يكون مقبولا من سوريا؟ ميشيل عون مقبول. طب ما هو مش غريب في اكتر من امين الجميع. عايز اقول لك انه كل الرؤساء، كل رئيس في لبنان من اول ما نشا لبنان، من اول الشيخ بشار الخوري، من اول لبنان المستقل، لبنان المستقل باستمرار اختار رئيسه وعينه على سوريا، سواء بالاسترضاء او بالتوقيع. هل هنا حزب الله يكون ممثلا لسوريا في الموافقه؟ بمعنى انه مش حتى في حد ذاته، اذا كانت الاغلبيه في لبنان شيعيه، اذا كان الاغلبيه في لبنان مسلمه، واذا كانت الاغلبيه المسلمين في لبنان شيعه، واذا كان حزب الله هو من يمثل الشيعه، كيف مش بس عن سوريا؟ يعني حزب لبنان هو حقيقه، حزب سوريا الله هو موجود حقيقه لبنانيه ينبغي ان توضع في الاعتبار بصرف النظر علاقتها بسوريا او علاقتها بايران، لانه بيمثل حاجه جوه لبنان. فحضرتك متوقع ظهور مرشحين اخرين غير سمير جعجع وانه لن يكون رئيس على وجه التوقع. اليقين لا يمكن يترشح في سوريا في لبنان رئيس ليس حزب الله موافقا عليه، ليست سوريا موافقه عليه، او على الاقل لا تعترض، ليست ايران موافقه عليه او على الاقل ولا تعترض. تتوقع ان حزب الله او سوريا يوافقوا على سمير جعجع؟ ما سمير جعجع هنا تفاصيل، كانه المرشح الوحيد اللي لا أنا لانه المرشح الوحيد اللي اعلن لغايه دلوقتي. خلي بالك ان اللي بيبادروا للاعلان هم عاده اللي ما عندهمش فرص.